السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، إن شاء الله في فقرة المبيدات والمخصبات النهاردة هنتكلم على يعتبر هنقول يعني مش عارف أصنفه إزاي، بس المهم القواقع، هنتكلم عن القواقع الأرضية في إصابتها للبصل. القواقع الأرضية دي والدود بالذات والحاجات دي كلها بتيجي للبصل لما يكون مزروع جنبه برسيم. هتلاقي برسيم، هتلاقي في قواقع أرضية هتخرج منه تروح على البصل. تمام يا جماعة؟ تمام. خلينا بعد الفاصل نقول لكم ازاي نتخلص من المشكلة دي، وازاي اقي منها من الاول اصلا، وازاي انها ما تحصلش عندي. تمام يا جماعة؟ تمام، فتابعونا بعد الفاصل. في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، ونبدا يا جماعه معاكم في قلنا القواقع الارضيه او الرخويات الارضيه، ما هو من اصناف الرخويات القوقع، وهو حيوان يعني حشره مؤذيه جدا. تمام يا جماعه، بما انها هتطلع لي على البصل كده هتسبب لي ندوه، دي حاجه، وفي نفس الوقت هتاكل لي في محصول البصل. تمام، احنا قلنا قبل كده من اسلوب المكافحه ان احنا نحط جير حي على الحدود من الحدود الفاصله بينه وبين اي نباتات اخرى، سواء قمح او سواء البرسيم. تمام، البرسيم قدامكم زي ما انتم شايفين القواقع اهي على المحصول، دي كلها هتبوظه له اهي. شايفين يا جماعه؟ شايفين اكله؟ شايفين واكل المحصول ازاي؟ اهو شايفين اهو بياكل ازاي؟ اهو شايفين بياكل، ومكانه بعد كده هيسبب لي ندوه، مكانه هيسبب لي ندوه. هو الراجل رشش على فكره للندوه، هون رشش مبيدات، والله الندوه المبيدات باينه على البصل. الراجل مكافح هون وما يعرفش ان ده من القواقع. طيب، يبقى اول حاجه هنعملها قبل ما نرش نتخلص من القواقع، ما انا هتخلص من القواقع النهارده، هرش مبيد النهارده، هتجي لي تاني من القمح. يعني ثانيه واحده، بصوا يا جماعه، هي جايه ماشيه خط سيرها ازاي، اهي جايه خارجه كده وراحه كده. تمام، ادهو مكانها يا جماعه، بصوا الحيط البيضة دي اهي، الحيط البيضة اهي اللي عاملة زي السمغ دي، دي المكان بتاعها. ما هي ماشية، هي بتمشي كده، بتعمل كده بقى اما تمشي على البصل زي كده برضه، هون اهو يا جماعة هو ماشي اهو على البصل، اهو اهو ماشي وخارج، هون اهو انا وقعته. تمام، اهو بيمشي على البصل كده يعمل لي ندوة ويعمل لي امراض فطرية وامراض لا حصر لها. تمام، يبقى أول حاجة هنعملها قبل ما نرش المبيد ونكافحه، هنحط جير حي يا جماعة على الحدود الفاصلة ما بيني وبين الأرض اللي جنبي، أو ما بين الحقل اللي جنبي. تمام يا جماعة، تمام، هو خط سيرهم أهو، بصوا أهو. أما أنا أحط جير يا جماعة، أما أنا أحط جير هيجي يطلع من هنا، هيجي يطلع من الأرض دي، هيجي يطلع مثلا من الأرض دي كده، هيجي يطلع من الأرض دي يخش على هنا، الجير هيقابله هيموته. تمام، زي ما هو ماشي كده، هو ماشي كده، دي خط سيره اهو، بصوا يا جماعه اهو. تمام، يبقى هنحط على الاول على الحدود جير حي، هنحط جير حي على الحدود كلها الفاصله بيني وبين الحقول اللي جنبي، الحقل في غله ده، حط جير حي كده بالطول، جير حي، جير ارش رش كده. تمام يا جماعه، تمام، وانا ابقى احاول اجيب جير حي واوريكم برضه عمليه المكافحه على الطبيعه. تمام، وادي واحطه من جنب البرسيم برضه اهو، من جنب البرسيم واحط جير حي. بعد كده يا جماعه ارش ليلا، ابدا مكافحته بقى ازاي. هو القوقع ده حيوان ليلي، ما بيتحركش ولا بيمشي الا بالليل، ولا بيطلعش الا بالليل. طب ارشه ازاي؟ اجي بالليل او الساعه قبل الفجر، او قبل الفجر، يا قبل الفجر يا ليلا، يا بعد العشاء يا قبل الفجر، ارش مبيد جهازي للقوقع. تمام يا جماعه، تمام.
ارش مبيد جهازي او ارش مبيد بالملامسه، ممكن ارش لمباده، ممكن ارش كلورو بروفوسات. تمام يا جماعه، كلورو اي ماده فعاله، اي مبيد بقى في ماده فعاله، كلورو بروفوسات، ممكن ارش لمباده. تمام يا جماعه، ممكن ارش لمباده او كلورو بروفوسات، او ارش اي مبيد تاني بيحتوي على يا بالملامسه يا مبيد جهازي، بحيث النقد عليه في الحال، بس الرش يبقى ايه، يا ليلا يا قبل الفجر مباشره. وفي الختام سلام، وحافظوا على زرعكم، وان شاء الله بكره باذن الله او في يوم تاني باذن الله هوريكم ازاي نحط الجير على الحدود، نحط الجير الحي على الحدود ما بينه وبين الحقول اللي جنبه، عشان ما يجيليش القوقع والكلام ده. انا وريتكم في الصور عامل ايه في النبات، يعني هيبهدل الايه الزرع. تمام يا جماعه، تمام. وفي الختام سلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.